السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما يبدأ لازم تحطوا لايك تشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد بأسرع وقت. طبعا قبل شوية بيسان ردت بمقطع وجواني رد على هذا المقطع بالستوريات، راح أحط لكم حاليا ستوريات جواني. صراحة إلى الآن أساسا بعد ما كملت مقطع بيسان، فراح أحط لكم حاليا رد جواني. وبس يا شباب، مع السلامة. لك يا جماعة شوف رسائل الناس عم تقولي درد لشوف، ما عندك شيء تثبته ما هيك؟ درد لشوف يا جماعة، والله العظيم. اوكي طيب ماشي. اوكي يا حبايبي، بدنا فيديو جديد. اوكي نحن عاملين سلسلة، من كتر ما اللي عاملة سلسلة انا للفيديوهات، ارباح منفعل على فيديوهات اللي عم بحكي فيها عليكي، لان انا قلت وحكيت مرة تانية انه حكيتها امبارح يمكن سمعتوها، انه انا مالي فاضي اخذ مصاري وسخة على سيرة ناس وسخة، مع احترامي لكل الناس اللي عم تتابع، بس للناس اللي درد لشوف ما عندك حكي ترد. والله انتوا يا زلمه بتحيروا، والله ما بنعرفكم معاهم عليهم. اوكي حبايبي، فيديو جديد راح ينزل، راح اورجيكي كيف راح رد، تمام؟ هي قدام الناس كلياتها، هذا كلامي راح يضل ذكرى، تمام؟ لك يلا بتضحك على كلامها لانه هي بتعرف اكثر الناس الشيء اللي بيني وبينها، وبتعرف هي شو انا بعزها، هي شو هي بالنسبه لي، وبتعرف هي اذا انا بكلمه مني او بجزء من الشيء اللي بيناتنا اذا بظهر للناس وليش انفصلنا، لتعرف الناس حقيقتكم وتبزع عليكم 75 سنة لقدام، ومن شان ماما الشريفة. حبايب القلب، باختصار ما راح نكمل موضوع الستوري، بعد شوي بس اصور الفيديو بقول لكم انت راح ينزل، بس اليوم راح نزله ولو على الساعة 10 بالليل راح نزله، راح اعلمهم كيف يلعبوا لعبة القط والفار. مسخرة والله انكم مسخرة. لك يا الله كيف تكتب لك امك هيك سيناريو غبي، كيف كيف كيف. طيب اوكي ماشي، يلا انا صدقت تمام، وللمتابع اللي عامل لي ياي رد رد اذا بدك. اوكي راح رد، ابشر من عيوني من عيوني يا طفله، انت يا طفله البابا قلت لي مفقود ما وهي الورقه. اوكي طيب من عيوني، يلا اوكي حبايبي، اليوم